كيف تتم الزكاة على المال المتزايد كل شهر من رواتب الموظف؟ فقد يحول الحول وتحت يدي من المال ما تجب فيه الزكاة، ولكن بعضه لم يحل عليه الحول، فماذا أفعل به؟ إذا خصصت شهرا من السنة تخرج فيه زكاة المتحصل لديك والمجتمع لديك من المال، نعم كشهر رمضان مثلا، هذا لا شيء طيب، تخرج الزكاة عن ما تحصل لديك، ما كان تم حوله فتكون الزكاة قد أخرجت في وقتها، وما لم يتم حوله تكون قد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة جائز إذا كان لغرض شرعي، وهذا هو الذي لا يسع الناس خصوصا الموظفين، لا يسعهم إلا العمل بهذا. نعم، يحدد شهر معين شهرا من السنة يجعله رأس الحول. نعم، يجعله وقتا لإخراج زكاته إلى مثله من السنة القادمة. نعم.